تروي مسرحية المرود والمكحلة حكاية العثور على طفل لقيط مرميا تحت شجرة وهو آخر ما بقي من عائلته أثر مذبحة الأرمن قبل نحو قرن من الزمن. الطفل غريغور الذي يتربى في كنف عائلة بدوية في بادية الرقة يقع في حب روزا الفتاة الشركسية فيقررا الهرب سوية بقصد الزواج. تبرينيا روزا روزا تامزوك شركسية؟ ونعمل رجال والله. تدرين يا روزا هلسان يا ملحس عيون لكن مثل عيونك ما لك مش رح تستفيدي شيء فهمي رح يرجعوا يعملوا قيود جديدة وملفات جديدة. اختار كاتب المسرحية شخوص مسرحيته من 5 مناطق في سوريا تمتد من الجزيرة والفرات مرورا بحمص وانتهاء بمدينة دمشق. محاولة بحث بالهوية السورية المتعددة الألوان في زمن للأسف يحاول فيه اختصار الهوية السورية على لون من الألوان. الهدف من هذا العرض إنه حاج نحكي بالطوائف، يعني كلياتنا إخوة انخلقنا من التراب وكلياتنا عايشين على الأرض، فما في داعي حدا يقول أنا طائفتي أو إنه ننسى أي شيء له علاقة بالطوائف ونعيش. الشعب السوري كلياته واحد، ما بيعرف الأرمني ولا بيعرف الشركسي ولا بيعرف الكردي، بيعرف المحبة، بيعرف التعاون، بيعرف الألفة، بيعرف المعاملة بين بعض. ولكن هذا الشيء صار نحن تقريبا غصبا عنه. يا ماما انا بتعرف على وحده معنا بالجامعه وحدا كثير بس يعني هي مش من عندنا. بيد ان هذا النوع من التجانس لم يعد العمود الفقري في الحياه السوريه كما كان، فالنزعه الطائفيه شقت طريقها في خضم الازمه المستمره منذ اكثر من 2 عامين او هكذا اريد لها ان تكون، وما حوادث اختطاف رجال دين من هنا وهناك او قتلهم الا دليل على ذلك. حوادث كان آخرها اختطاف مطرانين في ريف حلب، الأمر الذي قد يدفع بعض الأقليات في سوريا إلى التفكير في الهجرة من جديد. قدر هذه البلاد أن تستقبل اللاجئين منذ عشرات السنين، ولكن قدرها أيضا أن يهاجر أبناؤها في ظل هذه الأزمة. من مسرح الحمراء بدمشق، خليل هملو، سكاي نيوز عربية.